أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم للصف الأول الثانوي النظام الفصلي، مادة الكيمياء، الفصل الدراسي الأول. موضوع الدرس حل أسئلة الفصل الثالث في المقرر مادة الكيمياء. إعداد وتقديم محدثكم الأستاذ عرضوان. لنبدأ إخوان على بركة من الله. نريد أن نجيب على هذه الأسئلة التالية. أولا، السؤال الأول: من أول من اقترح مفهوم أن المادة مكونة من أجزاء صغيرة لا يمكن تجزئتها؟ من هو أول من اقترح مفهوم أن المادة مكونة من أجزاء صغيرة لا يمكن تجزئتها؟ إذن نحن عندما نبدأ بدأنا في الفصل الثالث يا إخوان، قلنا أن الفلاسفة الأغريق هم من بدأوا بدراسة المادة باستفاضة، وأول العلماء الذين قالوا أن المادة مكونة من دقائق صغيرة لا يمكن تجزئتها هو العالم، هو الفيلسوف أو العالم ديمقريطوس، فيلسوف إغريقي، فيلسوف ديمقريطوس، هو ما اقترح أن المادة مكونة من أجزاء صغيرة لا يمكن تجزئتها إلى أجزاء أصغر منها. السؤال التالي: ما الجسيمات التي توجد في نواة الذرة وما شحنتها؟ نريد أن نعرف الجسيمات التي توجد داخل نواة الذرة، توجد داخل نواة الذرة. إذن نحن قلنا أن الذرة تحتوي على كرة في المنتصف تسمى النواة، وداخل النواة توجد جسيمات. نريد أن نعرف الجسيمات التي توجد داخل نواة الذرة وما شحنة النواة. إذن الجسيمات التي توجد داخل نواة الذرة هي البروتونات والنيوترونات. البروتونات شحنتها موجبة، والنيوترونات ليس لها شحنة أو متعادلة. إذن نستطيع أن نقول أن شحنة النواة موجبة. لماذا؟ لأن تحتوي على أن نواة الذرة تحتوي على جسيمان، البروتون الموجب والنيوترون الذي ليس له شحنة. إذن نستطيع أن نقول أن شحنة النواة هي شحنة موجبة. السؤال التالي: فسر سبب تعادل الذرات كهربائيا، أي لماذا الذرات متعادلة كهربائيا؟ لماذا الذرات متعادلة كهربائيا؟ الجواب: لأن عدد البروتونات الموجبة تساوي عدد الإلكترونات السالبة. الذرة، كل ذرة يا إخوان، تحتوي على بروتونات ونيوترونات وإلكترونات. النيوترونات ليس لها شحنة، أما البروتونات فهي موجبة والإلكترونات فهي سالبة. فإذا عندما نطلق أن الذرة متعادلة كهربائيا، يعني ذلك أن عدد البروتونات الموجبة تساوي عدد الإلكترونات السالبة. إذا تصبح هنالك عملية تعادل بين الشحنات الموجبة والسالبة، نطلق على الذرة متعادلة كهربائيا. السؤال التالي: ما التقنية المستعملة لتصوير الذرات المنفردة؟ التقنية التي من خلالها استطعنا دراسة الذرات ودراسة سلوكها. جهاز يسمى جهاز المجهر الأنبوبي الماسح أو جهاز الـ STM، الذي من خلاله استطعنا دراسة وتصوير الذرات. السؤال التالي: فسر كيف يمكن معرفة نوع الذرة؟ ما هي الطريقة التي من خلالها نستطيع تمييز الذرات عن بعضها البعض؟ يمكن من خلال معرفة العدد الذري. يمكن معرفة نوع الذرة من خلال العدد الذري. عدد الذري الذي يمثل هو عدد البروتونات الموجود داخل نواة الذرة، العدد الذري. السؤال التالي: فيما تختلف نظائر عنصر ماء وفيما تتشابه؟ فيما تختلف النظائر وفيما تتشابه؟ النظائر هي ذرات لعنصر ماء، تتشابه في شيء مميز وتختلف في شيء آخر. تتشابه في عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات. إذا النظائر هي ذرات يا إخوان تختلف في عدد النيوترونات وتتشابه في عدد البروتونات. النيوترونات والبروتونات توجد داخل نواة الذرة. النظائر هذه تختلف في النيوترونات وتتشابه في البروتونات السؤال التالي: ما عدد البروتونات والإلكترونات الموجودة في ذرة عنصر عدده الذري 4 و4؟ عدده الذري 4 و4. إذن نقول نحن أن الذرات متعادلة كهربائيا، بمعنى أن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة. هذه البروتونات، البروتون موجب والإلكترون سالب.
والذرة متعادلة كهربائيا، أي أن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات. والعدد الذري عبارة عن ماذا؟ تعريف العدد الذري، العدد الذري هو عبارة عن عدد البروتونات الموجودة في نواة الذرة. إذن العدد الذري يساوي ماذا؟ يساوي عدد البروتونات، وعدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات. إذن 44 هي قيمة البروتونات، وأيضا هي قيمة الإلكترونات، أيضا هي قيمة الإلكترونات. واضح؟ إذن 44 هي نفسها للعدد الذري، وهي لعدد البروتونات، وهي أيضا لعدد الإلكترونات، وهي لعدد الإلكترونات. السؤال التالي: نريد أن نصنف كل مما يلي إلى تفاعل كيميائي أو تفاعل نووي أو لا شيء منهما. التفاعل الكيميائي، أولا التفاعل الكيميائي تفاعل يتضمن تغير مادة أو أكثر إلى مواد جديدة، ينتج لدينا مادة جديدة. أما التفاعل النووي فهو تفاعل يتضمن التغير في نواة الذرة، تفاعل نووي تغير يحدث في نواة الذرة. إذن لنبدأ. أولا الثوريوم يصدر إشعاع أشعة بيتا وإشعاعات بيتا، هل يعتبر هذا التغير فيزياء تغير كيميائي أم تغير نووي؟ طبعا يعتبر هذا التغير نووي أو تفاعل نووي. الفقرة التالية: تشارك ذرتين في الإلكترونات لتكون رابطة، تشارك ذرتين في الإلكترونات لتكون رابطة. هذه احنا نقول التفاعل الكيميائي يتضمن التغير في عدد الإلكترونات الخارجية بحيث تبقى هوية العنصر ثابتة، هوية العنصر ثابتة ولكن الإلكترونات الخارجية في المدار الأخير تشارك فيها الذرة لتكون الروابط. يعتبر هذا المثال هذا رقم 2 يدل على تغير أو تفاعل كيميائي، تفاعل كيميائي. ثالثا عينة من الكبريت النقي تصدر طاقة حرارية عندما تبرد ببطء، تبرد ببطء. إذن عندما يكون لدينا عينة نقية من الكبريت فإن هذه العينة تصدر طاقة حرارية عندما تبرد ببطء. إذن هذا يمثل يا إخوان تغير تفاعل كيميائي أم يمثل تفاعل نووي أم لا شيء منهما؟ بالطبع إخوان هذا لا يعتبر لا شيء منهما، لأنه لا يمثل لا تفاعل كيميائي ولا يمثل تفاعل نووي. رابعا صدى قطعة من الحديد، لدينا قطعة من الحديد تعرضت للأكسجين فكون لدينا صدى الحديد، صدى الحديد هل يمثل تفاعل نووي أم تفاعل كيميائي أم لا شيء منهما؟ طبعا هذا يمثل تفاعل كيميائي، نتيجة تفاعل الحديد مع الأكسجين ليكون الصدى. إذن هنا لدينا تفاعل كيميائي. السؤال التالي: نريد أن نحدد نوعين الإشعاع المبينان في الشكل التالي. لدينا هنا مصدر الأشعة مر خلال شريحتان مشحونتان، الشريحة التي على اليمين مشحونة بشحنة سالبة والشريحة التي على اليسار مشحونة بشحنة موجبة، ومر هذا الإشعاع مصدر الأشعة مر الإشعاع من بين هذه الشريحتين، فنتج لدينا أن نفصل هذا الإشعاع وكون لدينا خطان كما نلاحظ في الشكل التالي. هنا الخط رقم 1 وهنا الخط رقم 2، والإشعاع رقم 1 والإشعاع رقم 2. نريد أن نحدد نوع الإشعاع، نوع الإشعاع. إذا نلاحظ أن الأشعة رقم 1 انحرفت باتجاه الشريحة السالبة. لماذا انحرفت باتجاه الشريحة السالبة الأشعة رقم 1؟ بما أنها إذا نقول هنا بما أن الأشعة رقم 1 انحرفت باتجاه الشريحة السالبة، إذن شحنتها شحنة هذه الأشعة التي انحرفت شحنتها موجبة. إذن
شحنة هذه الأشعة التي انحرفت موجبة. لماذا؟ لأنها انجذبت إلى الشريحة السالبة، ولو أن كان شحنتها سالبة كان يحدث عملية تنافر، سالب مع سالب يحدث عملية تنافر، لكن هنا انجذبت، نلاحظ هنا في انجذاب في إلى ناحية الشريحة السالبة، إذن شحنت هذه الأشعة موجبة فحصل عملية انجذاب. إذن هذا النوع الأول شريحة، النوع الأول من هذه الأشعة هي أشعة موجبة، والأشعة الموجبة يا إخوان من الأشعات التي لدينا من أنواع الإشعاعات، هي أشعة لدينا ثلاث أنواع من الإشعاعات، أشعة ألفا وأشعة بيتا وأشعة جاما. أيهم من هذه الثلاث الإشعاعات أشعتها موجبة أو شحنتها موجبة؟ هي أشعة ألفا. إذن نطلق هذه الأشعة هي أشعة ماذا؟ هي أشعة ألفا، الموجبة. هذا أولا. ثانيا نقول بما أن الأشعة رقم اثنان مرت دون أن تنحرف، نلاحظ أن الأشعة رقم اثنان مرت بخط مستقيم لم تنحرف لا إلى اليمين، لا إلى الشريحة السالبة يمينا ولا إلى الشريحة السالبة يسارا، إذا مرت دون أن تنحرف، لا إلى الشحنة لا إلى الشريحة السالبة ولا إلى الشريحة الموجبة دون أن تنحرف، إذن هي أشعة لا تحمل شحنة، لذلك لم تتأثر لا بالشريحة السالبة ولا بالشريحة الموجبة. ومن الإشعاعات التي لدينا ثلاثة أنواع من الإشعاعات، أشعة ألفا الموجبة وأشعة بيتا السالبة وأشعة جاما التي ليس لها شحنة، إذن هذه الأشعة هي أشعة جاما. إذن هذا استطعنا أن نحدد نوعاء الإشعاع من خلال ماذا؟ من خلال انجذابهما أو عدم انجذابهما إلى الشريحة السالبة والشريحة الموجبة. السؤال التالي يقول السؤال: نواة العنصر X غير مستقرة بسبب ماذا؟ بسبب كثرة النيوترونات، لذا فكل ما يلي يمكن أن يحدث إلا أن، إذن هنا استثناء، إذن لدينا استثناء. أولا أن يتحلل إشعاعيا، بالطبع ممكن يتحلل إشعاعيا، لماذا؟ لأنه عنصر غير مستقر، ممكن أن يحدث عملية تحلل إشعاعي، ثانيا يفقد الطاقة تلقائيا، أيضا ممكن أن يحدث ذلك، لماذا؟ لأنه هو عنصر غير مستقر، وعندما يعود لحالة الاستقرار فإنه يفقد الطاقة، إذا هذا يمكن أن يحدث. إذا ننتقل للثالث، ثالثا يتحول إلى عنصر مستقر مشع، وذلك ممكن، لماذا؟ لأن العنصر X هو غير مستقر، بماذا؟ بسبب كثرة النيوترونات، واضح؟ وهو عنصر مشع، لذلك ممكن أن يعود إلى وضع الاستقرار ولا زال عنصر مشع، لم يفقد هذه الخاصية، إذا هذا أيضا ممكن يحدث. لكن ننتقل إلى رابعا، يقول رابعا يتحول إلى عنصر مستقر، وهذا ممكن يتحول إلى عنصر مستقر، ممكن أن يتحول إلى عنصر مستقر، ولكن هنا يقول غير مشع، وهذا غير صحيح، لأنه هو عنصر مشع، ممكن يتحول لوضع الاستقرار إذا فقد الطاقة، يرجع لوضع الاستقرار، ولكن لابد أن يكون بنفس صفة العنصر. هنا يقول هنا غير مشع، وهذا غير صحيح، إذا جميعها ممكن تحدث، إذا ممكن أن يتحول يمكن يتحلل إشعاعيا، وممكن أن يفقد الطاقة تلقائيا، ويمكن أن يتحول إلى عنصر مستقر مشع، لكن رابعا يتحول إلى عنصر مستقر غير مشع، هذا لا يمكن أن يحدث،